صباح الخير عبر راديو توأمية أستراليا، مجددا من حي كل اللي صاروا معنا بخلال هالوقت على السمع على 16:38 AM. كما وعدناكم نكون بلقاء مميز مع ضيفي مميزي الكاتبة فاطمة نعوت معنا مباشرة عبر هوا توأمية. صباح الخير لألك أستاذة فاطمة. صباح الخير أستاذة كلود، أهلا بكم. يسعد أوقاتك، وبسرنا جدا أنه نرحب بقامة إبداعية باسقة في بلغتنا العربية، يعني وعندك صالون شهري للمبدعين أيضا. اسمحي لي استهل اللقاء لو سمحتي بأنه أنا كتير أسعدت امبارح أن يقرب مقالك الجميل جدا بالمصري اليوم، ومقال عجيب هذا وصفك لألو، لأنه ربطتي ما بين الحب اللي كان بيمثله قداسة البابا الراحل البابا شنودة، وبين هذا المجرم الشرير اللي ارتكب مذبحة أو بالأحرى مجزرة في نيوزيلندا. هذا الربط جميل جدا، ويا ريت بتزودينا فيه زيادة لو سمحتي. أهلا بك دكتور أنيس، سعيدة جدا أني بتكلم مع حضرتك، ويعني إنسان حزين جدا للي حصل من يومين في نيوزيلندا واللي حصل النهاردة صباحا في نيجيريا. العالم يتهاوى، الكون يعني مش عارفة أقول إيه، يعني يتفكك، يعني إذا نقص الحب. ودايما أنا شعاري بقول أن نقص الحب هو أصل كل شرور العالم، لا استثني منها شر، كل شرور العالم سوف تردها في الأخير، وتجد أن مردها الأساسي هو نقص الحب، الغيرة والحسد والإرهاب والسرقة والقتل والكذب، كل موبقات يرتكبها الإنسان فوق الأرض سوف يكون مردها الأخير هو غياب الحب للأسف. صحيح صحيح، غياب البابا شنودة ترك فراغ حقيقي بمصر، وانت يعني اللي الكلام اللي تحدثت فيه عنه وعن دوره داخل مصر وعطاء الأولوية للوطن، يعني سلطت ضوء على جانب ما كتير ناس بالمهجر بيعرفوا عنه. حقيقة قداسة البابا شنودة الله يرحمه كان رجلا استثنائيا على كثير من الأصعدة، وقلت كما قلت في مقالي أنه امتلك يعني النواصي الجمال جميعها، ناصية الوطنية وناصية الحب وناصية الإنسانية وناصية الفكر والفلسفة وناصية اللغة وناصية الأدب وناصية الرحمة والغفران وناصية تفضيل الوطن على كل ما عداه. هذه القيمة الأخيرة تحديدا أظن أنها تنقصنا بعض الشيء، يعني يجب أن تكون في المجتمعات المتقدمة والمجتمعات الواعية، خليني أسميها الواعية، لأن الوعي الرفيع في تقديري هو أصل تقدم الأوطان، أو وغياب هذا الوعي أو نقصه هو سبب رئيس في انحدار الوطن. نعم. في كل المجتمعات الواعية كما أريد أن أسميها يكون الوطن هو القيمة الأعلى دائما، والإنسان هو القيمة الأعلى، لأن الإنسانية تسبق، الإنسان سبق حتى العقائد وسبق السياسة وسبق الاقتصاد وسبق الفنون. الإنسان هو أصل الكون. نعم نعم. إذا ارتقينا بالإنسان غابت وخفتت كل الأبران، واستطعنا أن نحجم من حجم أو نقلل من حجم الهمجي الرابط داخلي. نعم. عن طريق الأخلاق والوعي الرفيع والتعليم والفنون إلى آخره. نعم. يعني اليوم كل ما تعرفنا على الكاتبة فاطمة نعود، كل ما تبعنا مقالاتها، غصنا بفكرة المتنور وأيضا هالقيمة الإنسانية والفكر المنفتح للحقيقة. يعني اليوم حبيت أسأل سؤال
استاذي فاطمة، قديش عم ينعطى دور لهؤلاء المفكرين اليوم بالوطن العربي بالوقت يلي الوطن العربي عم بيعاني يعني مشاكل عديدة، منها الجهل اللي هي عم تخلق هيدي المشاكل، هيدا الكم من المشاكل وهيدا الكم من الإرهاب اللي عم نواجهه اليوم بمنطقة الشرق الأوسط؟ يعني سأقول بشيء من الحزن أن المفكرون أن المفكرين والتنويريين ليسوا هم من يتسيد في الساحة، سواء في الإعلام، سواء في التعليم، سواء في صنع القرار إلى آخره. وهذه آفة عربية، خلينا أقول آفة عربية، أن كما قال جوبلز كده في الألمان، يعني في اللي هو كان مع هتلر، كلما سمعت كلمة مثقف تحسست مسدسي. يبدو صحيح. أن المثقفين يعني دورهم لم يأتي بعد، أو أن للأسف يعني لست راضية 100% عن دور المثقفين أو ما تتاح له أو ما يتاح له من مساحة لكي يعني ينشروا التنوير إلى آخره. ربما يعني لا أدري السبب الحقيقة، ولا أستطيع أن أجزم بما هو السبب، ولكن هل بتلومي المفكرين بحد ذاتهم، يعني اللي هني عم يقصوا دورهم عم يبعدوا عن يعني عن دور المفكرين اللي كنا شدناه بفترات سابقة وما بيشهد لقلهم التاريخ أيضا اللي لعبوا أدوار كتير كبيرة بالتغيرات، هل بتلوميهم كمان هني اللي اليوم أقصوا دورهم ووجودهم؟ طبعا لا أستثني التنويريين أنفسهم والمثقفين أنفسهم من تغييب يعني أقول عندي بقى عن طريق أنهم أن المثقفين أو الشارع الثقافي لم يستطع أن يكون جبهة التنوير جبهة. يعني لدينا في مصر مثقفون عديدون، ولكننا لم نستطع أن نصنع تيارا ثقافيا أو حراسا ثقافيا أو جبهة ثقافية صلبة. كل مثقف وكل تنويري يعمل في جزيرة منعزلة ومتقوقع داخل فرنقة، ربما أسبابها من ضمن أسبابها أن المثقف بطبعه أو المفكر أو الأديب أو الفنان بطبعه هو كائن انعزالي، أيضا كان يحب الوحدة ويحب والإيجو عنده أيضا متضخمة إلى حد ما. وهذا خطأ، ولكن هذه طبيعة الأمور أن المثقف عادة يرى أنه أوتسايدر أو لا منتمي أو منفصل عن الواقع، فربما هذا يكرس من فكرة وجوده في جزيرة منعزلة. وهذا عيب، أنا ألوم على هذا وألوم نفسي أيضا، أحاول على قد يعني أن أعالج هذا في نفسي بأني بعمل صالون بلتقي بالناس، أحاول أنني أخرج من عزلتي ومن شرنقتي ومن صومعتي اللي هي عبارة عن كتب ومصطوانات موسيقية، بخرج منها اني اروح ازور المجاهل في المجاهل اقصد يعني اماكن بعيده في مصر بعيدا عن العاصمه المدلله، يعني في الصعيد مصر في محافظات شرقا وشمالا وجنوبا. انا بكره رايحه المنيا مثلا صباح باكر، نعم اروح المنيا هنفتتح يعني او شارك بفتح مستشفى اسمها مستشفى المحبه للفقراء الساعة 11 صباحا غدا عندنا في القاهرة، يعني في مصر يعني توقيت مصر على الطائر الميمون. بالسلامة. على قد ما أقدر أخرج الله يخليك، فأنا بحاول على قد ما أخرج على قد ما أقدر ما أستطيع بقدر استطاعتي يعني إني أكثر هذه العزلة وأخرج للناس يعني، لكن ما زلت أكرر أننا كمثقفين لم نستطع تكوين جبهة صلبة، لهذا يتصيد الظلاميون فرادة يعني. نعم استوقفني ما قال لحضرتك، استخدمت في تعبير أو كلمة تصويب الخطاب الديني بدلا من تجديد الخطاب الديني الذي سبق للرئيس السيسي أن دعا إلى ب 2014. جميل جدا عبارة التصويب. خليني يعني احنا عندنا في القرآن يقول لا تبخسوا الناس أشياءهم، وخليني أرد الكلمة إلى قائلها الأصلي. الحقيقة أنا التقطت هذه الكلمة من فم الرئيس نفسه، والرئيس في آخر لقاء له في ميونخ رئيس عبد الفتاح السيسي قال تطويب وإصلاح، فأنا كأنما زي ما قلت في المقالة
كأننا عارف يعني لما كان أرخميدس قال يوريكا كده ولقى وجدتوها شعرت أن هذه هي الكلمة الأدق والأكثر صحة تصويب. صح. نحن بحاجة إلى تصويب وليس تجديد، لأنني صحيح. كما قلت في المقالة، لأن التجديد هو لشيء صالح ولكنك تجدده. عندك عربية شغالة جميلة بس بتجددها، تعيد طلاقها. عندك بيت تعيد طلاقه، هذا هو التجديد. ولكن الإصلاح والتصويب معناها أن ثمة شيئا خطأ يحتاج إلى تصويب. نحن الآن في هذه الحالة، الخطاب الديني خطاب به يعني فيه كثير من العوار وكثير من المشاكل التي تحتاج إلى تصويب وليس إلى تجديد. نعم. بسؤال أخير حبينا نستفيد من وجودك معنا أستاذي فاطمة، حول الكلام الأخير للشيخ الأزهر اللي يمكن أثار زوبعة أو جدل كتير كبير بين الأوساط في مصر والوطن العربي حول مسألة تعدد الزوجات. فبرأيك يعني أنه كيف قرأتي هيدا التوجه أو هيدا الخطاب اللي يعني أكيد تبعناه من قبل الشيخ الأزهر؟ الحقيقة هو الـ أنا يعني لأنني في المطبخ فأنا عارفة أن الصحافة كتير يجانبها الصواب في نقل كلامنا. نعم. يعني أنا شخصيا كتير بتكلم مع صحفيين بياخدوا مني تصريحات في التليفون وأفاجأ أنها كتب كلام تاني خالص، لأن أنت عارفة الحرف يغير الكلام، حرف واحد يغير الكلام. نعم. ما أعتقد أن الشيخ الأزهر كان يتكلم عن لم يبح هو أو لم يعني يمنع تعدد الزوجات في مصر ولا يعني في الشريعة ولا حاجة، لأنه لكن قال إن يعني إذا من الأفضل أن تتزوج واحدة إن كنت لا تستطيع أن تعدل وكذا وكذا. ولكن رأيي الخاص أن القرآن قد حسمها هنا، قال ولن تعدلوا فإن شئتم ألا تعدلوا فواحدة ولم تعدلوا. يعني هو فعلا العدل شيء مستحيل، والقلب لا يستطيع أن يعني يعدل بين أكثر من امرأة إلى آخره، بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل أيضا. ولكن هذا شأن فقهي لا أريد أنا أتهول فيه. ولكن الشيخ الأزهر نفسه دكتور أحمد الطيب عاد وقال لا، أن التعدد يعني جائز في الإسلام لأنه أمر كتابي. يعني فلا أريد أن أدخل في هذه المسائل، أنا بس بحلل ما قاله يعني. لكن خليني قبل ما نختم ان انا يعني انعي ما حدث في نيوزيلندا واشجبه بقوة، لان الارهاب الان يأخذ مناحي اخرى غير المناحي الدينية، ودخل فيها المناحي العرقية ايضا، وهذا امر مؤسف للغاية. وما حدث في نيجيريا الان من رد، كأن العنف يعني غاندي كان له كلمة جميلة جدا، إذا كانت العين بالعين فسنعيش مجتمع من المجتمع من العور من العميان. يعني فإن هم يردوا على ده ب 120 واحد يتقتل النهاردة في نيجيريا شيء أمر مؤسف جدا. ودائرة لا تنتهي، كأنها دائرة من الجحيم لا تنتهي. نرجو أن نترقى ونكبر ونعلم أن الله واحد لهذا الكون، وكل يرى من منظوره، من حق الإنسان أن يعبد الله بطريقته عبر ما يقتنع من أديان. ولا أستطيع أن أصدق أن إنسانا يقتل إنسانا من أجل الله. الله حب مطلق. صحيح. لا يجتمع مع القتل أبدا أبدا. أحسنتي. الكاتبة فاطمة نعوت، نشكر وقتك اللي خصصتي لمستمعينا في أستراليا وحول العالم. نشكرك على هذا اللقاء الشيق والمفيد، على أمل لقاء آخر برفقتكم. سيتك سعيدة. أتشرف بيك يا أستاذة كلود، أتشرف بيك يا دكتور أنيس، فرحانة جدا بلقائي معكم. أهلا بك. والله احنا سعيدين جدا باستضافتي اللقاء. أشكرك. كنا مباشرة على الهواء مع الكاتبة فاطمة نعوت من القاهرة عبر هواء تؤمي أستراليا. نتابع سوا أنيس مع استراحة، فورا رح ندخل لغرفة الأخبار لمتابعة كل جديد. تابعونا.